والله احنا جمعيتنا جمعية خدمية مدنية تعنى للنهوض بالفرد والمجتمع ومساعدة المجتمع المحلي بإعادة الخدمات الأساسية للحياة ببلداتنا. انطلقنا بالشهر السادس لهذا العام بعد تحرير المنطقة من تنظيم داعش. بدأنا أولا بمشروع إسالة معالم داعش من المنطقة بمدخل جعبر وتأهيل المدخل. حاليا نعمل بمشروع نظافة مدة 3 أشهر في جعبر غربي وشرقي وسويدية صغيرة، هذا القطاع الأول. القطاع الثاني المحمودلي والقرى المحيطة بها. القطاع الثالث هو قطاع طرقة وهداج. نعمل على ترحيل النفايات المتراكمة والقمامة من هذه القطاعات، والعمل على إعادة الحياة وفتح الطرق وإزالة السواتر الترابية اللي خلفتها المعارك بالمنطقة. بالإضافة إلى مشروع مركز رعاية طفولة بالجرنية للعناية بالأطفال وإعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى المدارس، لنستطيع محو هذه الغمامة السوداء التي خلفها التنظيم في عقول الأطفال، ونستطيع العمل على إعادتهم بشكل رئيسي إلى المدارس. هذا البرنامج ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بمحو الأمية ونشاطاتها، والقسم الثاني يتعلق بالدعم النفسي. لدينا فريق جوال يخرج إلى المدارس، يستهدف المدارس، الأطفال بالمدارس، بنشاطات مختلفة منها الرياضة والرسم والموسيقى ونشاطات الدعم النفسي المختلفة. في المركز نقوم لدينا فريق محو أمية، نستهدف الأطفال من عمر 12 إلى عمر 15 سنة، الأطفال الغير مقبولين بالمدارس لهذا العام بسبب تقدمهم بالسن ولا يستطيعون القراءة والكتابة. نعمل على تأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة دمجهم بالمدرسة ليواكبوا زملائهم من هذا العمر بالمدارس.